لكن ينبه على أمر يفعله بعض الناس اليوم. يكون بعض المتأخرين الذين يقضون الصلاة، فيأتي إنسان متأخر يشوف واحد يقضي يصف بجانبه ويجعله إماما. الصلاة صحيحة لكن هذه طريقة خطأ، هذه طريقة خطأ. ويأتينا من شروط الإمامة عندنا في مذهب الحنابلة، يشترط عندهم أن مع تكبيرة الإحرام هذا إمام وهذا مأموم، عارفين يعني متفقين أن أنت إمام، ما يصير تصلي مع إمام مأموم وأنت هو ما يدري يعني أو ما اتفق معك في البداية، وإنما عند تكبيرة الإحرام لابد يكون في اتفاق أن أنا إمام وأنت مأموم. أما تدخل مع واحد هكذا هو يصلي على المذهب ما تصح، فننتبه لهذه القضية. لا تدخل مع واحد يعني يصلي ما تدري عنه شي يصلي، ما تدري عنه صاحي مينون، ما تدري عنه تدخل معه هكذا. بعض الناس يرتبك إذا صار إماما، يعني لا ما يعرف يصلي بالناس إماما. أنت متأخر خلاص صل وحدك أو انتظر جماعة متأخرة صل معهم، ولا تتأخر مرة ثانية والحمد لله. لكن لا تدخل مع واحد يصلي تجي تصف جنبه وتقول له الله أكبر، أو تطق على كتفه ترى أنا مأموم معاك كذا، حتى تشغل عن صلاته. فننتبه لهذا الأمر. نعم.